كيجي تو صوفيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في مدرسة الأهرام مودرن قسم اللغة العربية مرحلة رياض الأطفال. كيجي تو صوفيا، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هناخد كلمات حرف جديد. الكلمات النهارده تخص حرف القاف، حرف القاف. طيب مين فاكر معايا ازاي كنا بنكتب حرف القاف؟ ها؟ أرض الحروف بتاعتي أهي، كنا بنكتبه إزاي؟ قولوا معايا كده، حرف القاف، ها؟ دائرة صغيرة فوق السطر، وننزل بنصف دائرة كبيرة، وفوق رأسها كام نقطة؟ نقطتين. يلا بينا نكتب حرف القاف، دائرة صغيرة فوق السطر، ونصف دائرة كبيرة، وكم نقطة؟ نقطتين. حرف القاف تاني، حرف القاف الصحيح اللي واقف لوحده من غير ما يمد ذراعه وغيره من الحروف الاخرى، بيكتب ازاي؟ يكتب هكذا، دائره صغيره فوق السطر، ونصف دائره كبيره، ونقطتين. طيب حرف القاف له شكل تاني، وهو الشكل المتصل. متصل يعني ايه؟ يعني هيمد ذراعه وغيره من الحروف الاخرى عشان يمسكوا ايه بعض ويكونوا كلمة. شكل حرف القاف المتصل شكله عامل ازاي؟ دائرة صغيرة على فوق السطر بشوية، انزل بسنة صغيرة، امشي على السطر، وفوق رأسه نقطتين. تاني حرف القاف المتصل بكتبه ازاي؟ دائرة صغيرة فوق السطر، سنة صغيرة، امشي على السطر، وفوق رأسه نقطتين. طيب مين يجيب لي كلمات بها حرف القاف؟ يلا قولوا معايا، قاف، قلم، قاف، قلم، قاف، قفص، قاف، قفص. هاي في كلمات تانية بحرف القاف؟ ها، قاف، قطة، قاف، قطة، قاف، قطار، قاف، قطار، قاف، قطار، قاف، قرد، قاف، قرد، قاف، قرد، قاف، قطن، قاف، قطن، قاف، قطن، قاف، قبعة، قبعة، قاف، قبعة. طيب مين يقول لي دي صورة ايه؟ صورة صقر، وصورة صقر بها حرف القاف في وسط الكلمة. طيب كده احنا عرفنا ايه هي مدلولات حرف القاف. تعالوا بقى كده نشوف مع بعض ايه هو شكل حرف القاف في اول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي اخر الكلمة. يعني حرف القاف له كام شكل؟ له ثلاث اشكال. اول شكل عندي في اول الكلمة، شكل حرف القاف في اول الكلمة يكتب هكذا، حرف القاف. زي كلمة ايه؟ زي كلمة قلم، زي كلمة قلم. تعالوا كده نشوف مع بعض كلمة قلم، ق ق ط ل م. شفتوا حرف القاف هنا جاء فين؟ حرف القاف هنا جاء في أول الكلمة. حرف القاف واقف مائل ذراعه للحرف اللي جاي بعديه لحرف اللام عشان يمسكوا مع بعض ويكونوا كلمة، وهي كلمة قلم. طيب ده كده حرف القاف في أول الكلمة. حرف القاف لما يأتي في وسط الكلمة، الحرف الذي يسبقه يمد ذراعه لكي يمسك به، ثم يبدأ حرف القاف مادة ذراعه علشان يمسك الحرف اللي جاي وراه. حرف القاف في وسط الكلمة
وسط الكلمة في كلمة مقص، في كلمة مقص. حرف الميم مد ذراعه علشان يمسك حرف القاف، وحرف القاف مد ذراعه علشان يمسك حرف الصاد، وخلاص كده الكلمة خلصت، كتبنا حرف الصاد صحيح، عشان كده خلاص آخر حرف في الكلمة. هنا حرف القاف جاء في وسط الكلمة في كلمة مقص. طب تعالوا كده نشوف شكل حرف القاف في آخر الكلمة. شكل حرف القاف في آخر الكلمة بيكتب بهذا الشكل. الحرف الذي يثبت يمد ذراعه لكي يمسك به، وخلاص حرف القاف جاء في آخر الكلمة، يأتي بهذا الشكل متصلا بالحرف الذي يثبته. مثل كلمة إيه؟ ها حد يقول لي كلمة إيه؟ مثل كلمة طبق معايا؟ ط ط حرف الطاء، ط ب ق ق حرف القاف. هنا حرف القاف جاء في آخر الكلمة متصلا بالحرف الذي يسبقه وهو حرف الباء. طيب في شكل تاني لحرف القاف وهو في آخر الكلمة؟ يأتي بهذا الشكل. إمتى حرف القاف هيجي واقف لوحده كده؟ عندما يصدقه حرف من الحروف الشائية. إيه هي الحروف الشائية يا معلمتي؟ الألف، الدال، الزال، والراء، والزاي، والواو. الحروف الشائية اللي بتقول إيه؟ اللي يجي قبلية يتفضل يمسك فيا، واللي يجي بعدية لنا لا ملوش دعوة بيا. طيب عايزين نشوف كلمة فيها حرف القاف جاء في آخر الكلمة بشكله المنفصل، مثل كلمة طوق. ط ط صوت حرف إيه؟ صوت حرف الطاء. ط و و واو طوق. ق حرف إيه؟ حرف القاف. وهنا حرف القاف جاء في آخر الكلمة يصدق حرف الواو حرف من الحروف الشائية، لذلك كتب حرف القاف بجانبه غير متصل بحرف الواو. كده احنا عرفنا حرف القاف جاء في أول الكلمة في كلمة قلم، حرف القاف جاء في وسط الكلمة في كلمة مقص، حرف القاف في آخر الكلمة إما أنه يأتي متصلا بالحرف الذي يصدقه مثل كلمة طبق، هنا جاء حرف القاف متصلا بحرف الباء. أو الشكل الآخر لحرف القاف في آخر الكلمة عندما يصدقه حرف من الحروف الشائية مثل كلمة طوق. طيب يلا بينا مع بعض نشوف إيه هي الأصوات القصيرة لحرف القاف. الأصوات القصيرة، كل حرف له كم صوت؟ كل حرف له أربع أصوات. أول صوت عندي إيه؟ حرف القاف. أول صوت عندي ها قاف إيه؟ قاف فتحة ق، قاف فتحة ق، قاف فتحة ق، قلم. قاف فتحة ق، قلم. قاف فتحة ق، قفص. قاف فتحة ق، قفص. هنا حرف القاف جاء بحركة الفتح، وقلنا إن حركة الفتح دي مرتبطة بفصل إيه؟ أحسنتم، مرتبطة بفصل الصيف. إيه اللي هيحصل لحرف القاف في فصل الصيف؟ يذهب الحرف إلى الشاطئ وفوقه قبعته التي تدل على حركة الفتح. قاف فتحة ق، قاف فتحة ق، مثل كلمة قلم وكلمة قفص. طيب تعالوا كده نشوف الحركة الثانية لحرف القاف، وهي حركة إيه؟ قاف كسرة، قاف كسرة قي، قاف كسرة قي، مثل كلمة إيه؟ قرد، 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 قاف كسرة قي، قرد، قاف كسرة قي، قرد، قاف كسرة قي، قطة، قاف كسرة قي، قطة، قاف كسرة
قيطار. قاف كسرة قيطار. طب احنا قلنا قبل كده ان قاف كسرة حركة الكسر مرتبطة بفصل ايه؟ مرتبطة بفصل الشتاء. احسنتم. ايه اللي هيحصل لحرف القاف في فصل الشتاء؟ يركب الحرف زلاجته، يركب الحرف زلاجته التي تدل على حركة الكسر. يبقى احنا كده اخدنا قاف فتحة قا، قاف كسرة قي. تعالوا مع بعض كده نشوف الصوت الثالث لحرف القاف. قاف ضمة قو، قاف ضمة قو، قاف ضمة قو، قطن، قاف ضمة قو، قطن، قو قو قطن، قاف ضمة قو، قبعة، قاف ضمة قو، قبعة، قاف ضمة قو، قبعة. طيب مين يقول لي؟ كنا بنقول إن قاف ضمة قو حركة الضم مرتبطة بفصل إيه؟ ها قولوا معايا الخريف. أحسنتم. معروف بهبوب الرياح. صوت الرياح وهبوب الرياح بيعبر عن حركة الضم لما بنضم شفتينا. قاف ضمة قو. طيب واحنا قلنا ايه اللي بيحصل لفصل الخريف؟ ايه اللي هيحصل؟ هيلعب الحرف بايه؟ بطائره ورقيه التي تعبر عن حركه الضم. يبقى احنا كده اخدنا قاف فتحه قا، قاف كسره قي، قاف ضمه قو. طيب تعالوا كده نشوف الصوت الرابع لحرف القاف وهي حركه ايه؟ السكون. ودايما بنقول ان حركه السكون هي حركه ضعيفه. بتاتي فين؟ بتاتي في وسط الكلمه. الحرف الذي يصدر حرف القاف يمد ذراعه لكي يمسك به، وهنا تكتب حركه السكون. حرف القاف حركه السكون دايما ياتي في وسط الكلمه، وحركة السكون بتعمل على إيقاف صوت الحرف. حركة السكون بتعمل على إيقاف صوت الحرف. طيب واحنا بنقول إن حركة السكون مرتبطة بفصل إيه؟ مرتبطة بفصل الربيع، مرتبطة بفصل الربيع حيث الهدوء والسكون. وإيه اللي هيحصل للحرف؟ يجلس الحرف مستمتعا برائحة الأزهار الجميلة وفوقه قرص الشمس الذي يعبر عن حركة السكون. قاف سكون ق، قاف سكون ق. مثل كلمة صقر، مثل كلمة صقر. هنا حرف القاف جاء بحركة السكون في وسط الكلمة. طيب يبقى احنا كده كيفتو عرفنا الاربع اخوات بتوع حرف القاف. قاف فتحة قاف، قول معايا قاف فتحة قاف، قاف كسرة قي، قاف كسرة قي، قاف ضمة قو، قاف ضمة قو، قاف سكون ق، قاف سكون ق. طيب يلا مع بعض نشوف البوكلت حرف القاف، نشوف شكل حرف القاف في اول الكلمه ونشوف الكلمات بتاعتها. واحنا دايما متعودين نسمع صوت الحرف ونكتب، احنا مش بنحفظ كلمات، احنا بنسمع صوت الحرف وايه؟ ونكتب. يلا مع بعض نشوف اول سوره عندي، سوره ايه؟ قلم. سوره ايه؟ قلم. يلا نشوف اول صوت حرف انا نطقته ايه؟ قاف. قاف حرف ايه؟ قاف حركة الفتح. قاف مادة زرعها، قاف عليها فتحة. ق لا، لا حرف ايه لا ده؟ لا بحركة الفتحة. أحسنتم. لا مادة زرعها، لا عليها فتحة. ق لا حرف ايه؟ ميم. الكلمة خلصت؟ اه. حرف الميم هنا هيكتب صحيح قلم، قلم. طيب تعالوا كده نشوف كلمة تانية لحرف القاف بحركة الكسر.
قلق كانت بحركه الفتح، قطه بحركه الكسر. وهنا حرف القاف جاء باول الكلمه، يلا مع بعض نكتب كلمه قطه. قي قي كسره قي طا طا صوت حرف ايه ده؟ طا بحركه الفتح. قط ط ح ح ه تاء مربوطة عشان اكتب التاء المربوطة واطلع بسنة صغيرة واعمل التاء المربوطة وما انساش ان التاء المربوطة لها كام نقطة؟ اثنان. احسنتم. طيب كده كلمة قلق حرف القاف جاء في أول الكلمة بحركة الفتح. هنا كلمة قطة حرف القاف جاء في أول الكلمة بحركة الكسر. طيب تعالوا كده نشوف الصورة اللي بعدها. صورة ايه دي؟ قبعة. صورة قبعة. يلا نشوف صورة الحرف ايه؟ كو كو كو. هنكتب ايه؟ قاف ضمة. قاف ضمة. كو ب ب حرف الباء بحركة الفتح. قبة ع ع حرف العين. ناخد بالنا هنا ان حرف العين هنا بيبص على الباء، حرف العين هنا بيبص على الباء. قو ب ع ها ها. هنكتب هنا ايه؟ ياء مربوطة. احسنتم. يبقى احنا كده شفنا حرف القاف في اول الكلمه، في كلمه قلق بحركه الفتح، في كلمه قطه بحركه الكسر، في كلمه قبعه بحركه الضم. قلق قطه قبعه. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض شكل حرف القاف في وسط الكلمه. واحنا قلنا ان شكل حرف القاف في وسط الكلمه بنكتبه كده. حرف القاف هنا جاء في وسط الكلمه. تعالوا كده نشوف اول كلمه عندي كلمه ايه؟ كلمة صقر. كلمة صقر. يلا نشوف أول صوت حرف أنا نطقته إيه؟ ص ص. حرف إيه؟ قولوا معايا حرف إيه؟ صاد. حرف الفتح. صاد مادة زرعها، صاد عليها فتحة. ص ق ق. حرف إيه؟ ق حركة السكون. صقر. حرف ايه؟ حرف الراء. احسنتم. هنا حرف القاف جاء في وسط الكلمه في كلمه صقر. طيب تعالوا كده نشوف كلمه ثانيه حرف القاف برضه جاء في وسط الكلمه مثل كلمه عقد، مثل كلمه عقد. تعالوا كده نشوف اول صوت حرف انا نطقته ايه؟ عي عي عي. صوت حرف ايه دوت؟ عين. ماده زرعها عين، تحتيها كسرة. عين ق ق. حرف ايه؟ ق حركة السكون. عقد د د د د. حرف ايه؟ حرف الدال. احسنتم. هنا في كلمة صقر وفي كلمة عقد حرف القاف جاء في وسط الكلمة بحركة السكون. طيب تعالوا كده نشوف شكل حرف القاف في اخر الكلمة. كلمة ايه دي؟ كلمة طبق. طا طا. حرف ايه؟ حرف الطاء. طا ب ب ب بحركة الفتح. ب مادة زرعها، الكلمة لسه ما خلصتش. طا ب ق ق ق. حرف القاف. هنا الكلمة خلصت؟ يبقى هنا حرف القاف هيكتب في اخر الحروف شكله الصحيح. وهنا حرف الباء جاء متصلا بحرف القاف، وحرف القاف هنا جاء في اخر الكلمة. طيب احنا قلنا برضه من شوية ان في كلمة تانية حرف القاف فيها بيأتي في اخر الكلمة ولكن يسبقه حرف من الحروف الشائية. مثل ايه؟ مثل كلمة ايه؟ مثل كلمة طاقة. طا و ق. هنا حرف القاف ايضا جاء في اخر الكلمه ولكن يصدر حرف من الحروف الشائيه الالف والدال والذال والراء والري والواو. لذلك جاء حرف القاف كتبناه جنب الواو، ما ينفعش من الواو تبقى تزرعها عشان تمسك فيها. حرف من الحروف الشائيه. يبقى احنا كده عرفنا ان شكل حرف القاف في اول الكلمه في كلمه قلم بحركه الفتح، في كلمة قطة بحركة الكسر، في كلمة قبعة بحركة الضم. وهنا عرفنا كمان إن حرف القاف جاء في وسط
ايه هي حرف القمر؟ ثواني يا حبايبي كده بس. طب هنرجع تاني، خليكم قاعدين زي ما انتم، هنفتح تاني كمان 3 دقايق بالظبط. كيجي يلا مع بعض نشوف كلمات حرف القاف بالحركات الأربعة. أول كلمة عندي كلمة إيه؟ ها دي صورة إيه كده؟ قلب. يلا مع بعض نشوف كلمة قلب وهنكتبها مع بعض. قا 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 صوت حرف إيه؟ صوت حرف القاف حركة الفتح. قا 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 فتحة قاف مادة صح. قا لا 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 ها حرف ايه؟ لام حركة السكون. قلب ب ب ب اخر حرف بقي نطق واو هتكتب صحيحة، الباقي هنا حرف يكتب صحيح. يلا مع بعض تاني اكتب كلمة قلب. قا 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 فتحة قا لا لا لام ساكنة. قلب ب ب ب ب يلا مع بعض كده نحلل كلمة قلب. يعني ايه نحلل؟ يعني كل حرف يرجع بيته وكل حرف ايه؟ يرجع لأصله تاني. أول حرف عندي قاف فتحة، بعد القاف فتحة لام ساكنة، بعد اللام حرف الباء. طيب أخدنا كمان قاف فتحة قا قلم. قا 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 فتحة قا لا 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 لام قلم. قلم يلا مع بعض نحل الكلمة قلم. أول حرف عندي إيه؟ قاف بحركة الفتح ثم حرف اللام نرجع لأصله تاني ثم حرف الميم. يبقى إحنا كده أخدنا قاف فتحة قا قلب، قاف فتحة قا قلم. طيب تعالوا بقى نشوف الحركة الثانية وهي حركة الكسر. قاف كسرة طي قرد. قاف كسرة طي قرد. يلا مع بعض نكتب كلمة قرد. طي 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 قاف بحركة الكسر. طي 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 بصوا صوت الحرف ايه؟ قاف كسرة قاف كسرة قي 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 قرر حرف الراء قرد د د هنا حرف الراء حرف من الحروف الشائعة ما ينفعش ان هو يمد ذراعه يمسك حرف تاني وراء كده هنكتب حرف الدال بجانب حرف الراء. يلا مع بعض نحلل كلمة قرر. أول حرف عندي إيه؟ قاف برجعها لأصلها تاني وما ننساش العلامة. بعد القاف كسرة الراء بعد الراء الدال. طيب عندي كلمة إيه كمان؟ عندي كلمة قطار. قي قي قاف كسرة قي طا طا صوت حرف إيه؟ صوت حرف الطاء.
يلا مع بعض نحلل كلمات تطور. أول حرف عندي إيه؟ قاف كسرة بعديها ط فتحة بعديها ألف مد وبعدين الراء. إحنا كده أخدنا قاف كسرة قي قرد، قاف كسرة قي قطار. يلا مع بعض نشوف الصوت الثالث لحرف الخاء. قاف ضمة قو، قاف ضمة قو، قاف ضمة قو قطن، قاف ضمة قو قطن قو قو قو. صوت حرف ايه؟ قاف بحركة الضم، قاف مادة زرعها، قو ط ط ط ط ساكنة، ط ساكنة قطن. قطن هنا حرف النون، خلاص كده الكلمة خلصت. هنكتب حرف النون صحيح، قطن نكتبها تاني كلمة قطن يا كي جيتون. قطن قو 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 قاف بحركة الضم، قو طا 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 حرف الطاء مادة زراعة في الحرف اللي جاي وراها عليه سكون. قطن حرف النون ده صحيح الكلمة كده خلصت. يلا مع بعض كده نحلل الكلمة. قطن أول حرف عندي إيه؟ قاف ضمة وبعدين حرف الطاء وبعدين حرف النون. طيب أخدنا كمان كلمة إيه؟ قبعة، كلمة قبعة كو 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 قاف ضمة كو باء 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 حرف الباء قبعة عا عا، والعين بص على إيه؟ بص على الباء قبعة. ها ها بكتبها إيه؟ بكتبها تاء مربوطة. أحسنتم، يلا مع بعض نحلل كلمة قبعة. أول حرف عندي إيه؟ قاف ضمة وبعدين باء وبعدين عين، أرجعها لأصلها تاني، نصف دائرة صغيرة نصف دائرة كبيرة وبعدين التاء المربوطة آخر حاجة كده في كلمة قطن وكلمة قبعة. حرف القاف جاء بحركة الضم. يلا بينا نشوف الصوت الأخير لحرف القاف، هو قاف سكون. ها قاف سكون إيه؟ ق قاف سكون ق. في كلمة صقر، في كلمة صقر. في كلمة صقر معانا كي جي تو، ص ص ص ص بحركة الفتح، صاد مادة زرعها، ص ق ق ق ساكنة. هنا حرف القاف جاء في وسط الكلمة صقر. ها كده حركة السكون بتعمل على إيقاف صوت الحرف. يلا نحل معاك كلمة صقر. أول حرف عندي ص بحركة الفتح، ثم حرف القاف نرجعه لأصله تاني، ثم حرف الراء. كمان أخدنا كلمة أخرى بحرف القاف وسط الكلمة بحركة السكون في كلمة تعقد، عين عين عين، عين كسرة، العين مادة زرعها، عين ق ق قاف عقد دال. نحلل مع بعض كلمة عقد. أول حرف عندي إيه؟ حرف العين برجعه لأصله تاني، نصف دائرة صغيرة نصف دائرة كبيرة وما انساش علامة الكسرة، عين ق ق حرف القاف حركة السكون عقد دال. يبقى احنا كده أخدنا ص قاف فتحة ق قلب، قاف كسرة قي قرد، قاف ضمة قو قطن، قاف سكون في كلمة صقر وعقد. تعالوا كده نشوف مع بعض التدريبات. أول تدريب عندي بيقول لي كون كلمة في كلمة قمر. أول كلمة عندي كلمة قمر ق، لما هنشكل الحروف مع بعض ونكون منها كلمة زي احنا متعودين كلمة قمر. طيب هنا كلمة قلب، هتحلوا كل ده وتعرفوني على الجوجو. استمع ثم صل المكان صوت حرف القاف. يعني ايه؟ يعني اشوف انا سمعت حرف القاف في 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 اي مكان في الكلمه، في اول الكلمه ولا في وسط الكلمه ولا في اخر الكلمه. يعني مثلا كلمه قطار، قطار انا هنا سمعت حرف القاف فين؟ في الاول ولا وسط ولا اخر؟ قطار في اول الكلمه. احسنتم.
طيب التدريب اللي بعده، تحليل كلمات قلم حللناها، وقطه وقبعه وقطار وقطن هنحللها، وبعد كده كلها هتخلص فيوجن عشان اصححها. اعمل شبكه مفردات حرف او قاف. شبكه المفردات بنكتب كلمه بحركه الفتح، كلمه بحركه الكسر، كلمه بحركه الضم، كلمه بحركه السكون. خلاص، واشوفكم ان شاء الله ان شاء الله في الترم الثاني، وهتوحشوني جدا جدا جدا. باي باي كي جي 2.